عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبق الحلويات. اليوم جبت لكم كيك، يعني كيك واحسن من تاع المحلات، يعني مقادير يعني متواجده في عندك تقدري تخدميه يعني بكل سهوله ويجيك رخيص، احسن من تشري من المحلات ويجيك غالي. عندي هنايا زوج حبات تاع بيض كما كتشوفي، يعني الحبات تكونوا شويه كبار، ما تجيبيش دوك الصغيرين. ديري زوج حبات تاع بيض، ديري قرصان تاع ملح، الملح مراه البرد لي ميديتي، الملح. ديري كاس تاع الليموناد هذا، يعني ديري نص تاع نص كاس تاع السكر كما كتشوفي، وراح نبدا نخلط. يعني حاجه اللي عندك خلطي بها، المهم يعني تتحصلي على يعني قوام يعني كريمي. في هذه المرحله نجيب حوالي 3 مغارف تاع زيت كما كتشوفي، 3 مغارف تاع زيت في هذه، ديري 3 مغارف تاع زيت. في هذه المرحله راح نقلع الباتير تاعي، ولا اللي تخلطي فيه الروبو ولا اللي تخلطي فيه، وراح نزيد الفرينه. عندي 3/4 تاع فرينه باش نكمل الكاس، نزيد 2 مغارف يعني نص كاس تاع فرينه، 3/4 الكاس تاع فرينه كيما كتشوفي مخلطه مع 2 مغارف تاع كاكاو. هاي وين يعني الكاس ديري كيما هكا تاع ليموناد هذا، ديري الفرينه عند الخط وزيدي 2 مغارف هنايا، يعني من 2 مغارف ما تزيديش باش يولي لك ناقص ان دوا. هاكي تشوفي يعني الخليط تاع الفرينه مع 2 مغارف تاع تاع الكاكاو يديروا لك يعني كاس ناقص صبع. ها وينه كيما كتشوفي فيه، راح نغربله ندير بالتدريج، يعني غير اقتصادي وتقدر الوحده تخدمه كيما هكا. لازم تغربلي باسكو الكاكاو يتحدرج. داك الشيء غندير هاكي، شوفي نديرو الخليط تاعنا غير بالتدريج، يعني يتمنى يعني الوصفة راهي تبان. الكاكاو يتغرب ليه باسكو علاه في ذاك الحبيبات كما كتشوفي، يعني قلت لك كاس ناقص ربع زيدي عليه 2 مغارف تاع فرينة. ها الكاس هنايا عند الخطة هنايا، يعني 3/4 الكاس زيدي عليها 2 مغارف تاع كاكاو، يعني تخرجي انتي وياها سوا سوا. راح نزيد عليها مغرف تاع لافاني، وراح نزيد عليها مغرف صغيرة تاع الخمارة يعني تكون معمرة، يعني المغرف صغيرة تكون معمرة كيما هكا. ونبداو نخلطو في الخليط تاعنا، يعني خلطي غير بسياس باسكو انا مطلعين هذاك البيض اقتصادية، يعني كي تشوفيها تقالت كيما هكا متخافيش منها باسكو راح نزيد عليها الحليب. كيما كتشوفي هاي ثقيلة شوية، دوك نزيد عليها الحليب. جبت كاس تاع حليب، يعني هنا 3/4 الكاس تاع الحليب، يعني هنا عند الخط ديري حليب زيدي عليه 3 مغارف تاع الزبدة، 3 مغارف كبار، 3 مغارف كبار تاع الزبدة ديريهم في الكاسرونة كيما هكا وخلي حتى يولي يغلي هذاك الحليب نتاعنا، حتى يولي يغلي هاكي تشوفي فيه يغلي، ونبداو نفرغو فيه فوق هذاك الخليط نتاعنا، يعني غير بالسياسة ونفرغو ونبداو نخلطو. يعني هذا هو السر نتاع هذا النوع تاع الكيك اللي كتشوفي فيه، وما تخافيش منها كي تشوفيها جاريه. شوفي باسكو علاه الزبده اصلا كي لي كيك اللي يطيبوا بالزبده يجي القوام تاعهم جاري، باسكو علاه رانا ذوبناها
ذوبناها في الحليب كما كتشوفي. ونعرفوا بلي الكاكاو يشرب، يعني ما تخافيش منها. ها كي تشوفيها سايله كيما هكا ما تخافيش منها. ها هي وينه. انا عاد ما درتش المقدار كاع تاع الحليب باسكو تم مزوده شويه، وراح نجيب المول تاعي. ها وينه ها المول. انا عندي المول هذا تاع الزاج، وانت يعني تقدري ديري المول تاع الحديد. هاكا ونفرغوا الخريط تاعنا. ها شوفي نفرغوا غير الخريط تاعنا. يعني ما نخلو والو باسكو على هذا ثاني راح يجي يعني طرف من الكيك كما كتشوفي. وراح نمسحو هذا باسكو هذا هو اللي لازم نمسحوه، هو اللي يبدا ينحرق. تحسبيها بلي طابت وهي مازال ما طابتش. هاكا وراح نديها للفرن الطيب، كل وحده تعرف الفرن نتاعها. وهاي هنا الكيكه نتاعي من بعد اللي طابت خليتها حتى كي بردت تقريبا، دخلتها في الثلاجه بها بالمول تاعها، والصباح ديموليتها وقطعتها كما راكي تشوفي. ها هي وينه. شوفي شوفي كي تجي داينه. ها شوفي تجي اسفنجيه. ها هي وينه. راح نرافقها انايا بان صوص، يعني كيما لاصوص اللي ديجا درتها لكم في القناه. ايوينا تجي بنينه، يعني تقريبا كيما كيما الشوكولاته اختيني اللي تتباع. ايوينا كيما هكا راح نزينها. سورتو الكيك راه فيه ريحه الكاكاو، يعني تحسي كلشي راه شيكولا. ايوينا كيما كتشوفي يعني مليحه القهوه تاع العشيه، مليحه يجوك ضياف يعني. هاك هاك شوفي هاكا، ومقادير يعني سهله ومتوفره في كل بيت. ونتمنى الطريقه تاعي تعجبكم، ودعموني بلي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.